انا محمد بنوسي بيلوكا كيقول في الجي بيلوكا كبرت لا بانتور كبرنا ارتيست الله يرحمو بابا بنوسي معروف فهمتيني الله يرحمو مات مسكين وعندي اختي كريمه بروكسي الاكاديمية رواية دبوزة تا هي عندي اختي كريمة يما كتعلم با ترسم خوتي كاملين ولاد خوتي كلشي كيرسم كنرسم لي تيبيك دو ماغو دو طونجي هادي 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 اللي رسمتها بيتها هادي بيتها 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 بكارون ديغام هو الحمد لله ورقه ب 5 ديغام والكرايون الحمد لله ولله الحمد لا وحدة باركة ساعات ملي كندبر هيما ناكل ملي كنت مبلي كنبيع ونشري بزاف دابا باعات مبلية كنعمل لي كميطادون كندبر هيما عيشة ما ناكل صافي تبارك الله أحسن الخالقين بعت 1000 درهم بعت 50000 كاين المساعدة كاين الفن ما عنده ثمن الفن أرتي ما عنده ثمن ما عنده قيمة صح من واحد كنقولو هاللوحة مقيومة ب 20 درهم اللي قامة ديالها كيعطيني 200 درهم كيعطيني 3 كيعطيني لا هادي نقدر نبيعها حتى مليون وعلاش كتبيعها في الكاغون؟ ودابا هذا علاش انسان كنعرفو مساعدة وسلام نقدر نبيعها ب 500 1000 2000 وكاين كيبقى فيك الحال ملي كتصور هادوك بحال هذا الفنان الفنان شنو كيسمي اللوحة ديالو؟ ولادو دابا هادو ولادي كنطلقهم بحال بطلق ولادو وانا عاود كن حنا كنعرفو الاب كيجمع وليداتو لا وسعت من دابا باش نعيش انا ما باش ناكل تريد الخوذ ما نقدرش يما يما اللي ولدتني عندي يما امينه الله يشافيها ويعافيها البارح تلاقيتها بالجامع علاش انا ما كنباتش في الدار لا فهمتيني تنبعد من هادشي هذا ورجعنا للدار بحال اللي كنا عاودنا ان شاء الله الحمد ديالي ونكون انسان طيب مزيان ونصلي لعباد الله وربي يعاوننا والله حنا كاملين مغاربه اخوت الحمد ديالنا هو نكونوا حنا مزيانين والله يحفظنا ويستنى وستنى المغاربه كامل بعض المرات كتحسر على ديك الايام اللي كنبقى نبكي كنتفكر شنو كتفكر كنتفكر ملي كنت في الدار ديالنا ولا شي هذاك توحشي الدار ديالك ايوا واش غاتعمل شنو توحش ودابا خلينا نتفكينا الله يحفظك ويسترك دابا انا كنهضر معاك وما كنتعطل خصني ولا بودنا نمشي نضبان معيشه خصني عاد شي تسويره اخرى فهمتيني سمعني الله يحفظكم الله يسركم لا امنيه ديالي وحنا في الدنيا ربي يعاوننا وكمل على الله اي ان شاء الله انا في شارع الحريه زنقه الابيضر هاد الباشا اللي عندنا في طنجه هنايا راه مدينه قديمه كامله غزاله هكذا شوفها انت هنا كتشوف الباشا ديالنا ومقدميه ديالنا كيدوروا في الحوام كيدقوا على الدير على هكذا شفت بعيني كيدقوا على الناس واللي عنده شي حاجه شي مساعده شي حاجه كيساعدوا ما انت كتشوف النصيحه للشباب ديالنا هاد الشباب اللي طالعين هادو نطلبوا يتبعوا الوالدين ديالهم فهمتيني ما يخلطوش علاش انا كنت انا مخالطه هي مخالطه هي هذيك مخالطه فهمتيني بالحق الحمد لله انا عايش مع الناس بزاف عايش في الرباط عايش في كازا ما خليت معامل ويت عاتم كان بالله غسلنا المغاربه كاملين حنا كاملنا خوت والسلام عليكم ورحمه الله تعالى تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.